قاسم إسطنبولي ممثل ومخرج وعضو مؤسس بجمعية تيرو للفنون وبشبكة الثقافة الفنون العربية أكان. بال 2014 أسسنا جمعية تيرو للفنون اللي كان هدفها تجمع الشباب على الثقافة والفنون. هذه الجمعية قائمة على التطوع، ومن أهدافها أنها تفتح منصات ثقافية مستقلة مجانية للناس، وتقدر تعمل ورش تدريبية ومهرجانات فنية، يقدر يجوا فنانين من كل العالم على لبنان، ونقدر نعمل عروض جوالي خصوصا بالمناطق المهمشة. ونقدر أن نجمع الناس بالفنون اللي هي وسيلة لبناء السلام ولبناء ثقافة المجتمع والتغيير للأفضل. السنة الماضية كمان لما قدر يزورنا الأمين العام للأمم المتحدة ويشوف قديش أهمية هذا المشروع وعلاقتنا باليونيفيل، بال 2014 كان لأول مرة اليونيفيل بيتعاون بمشروع ثقافي كان مع جمعية تيرو للفنون من خلال مشروع بناء القدرات والمهارات لدى الشباب بالجنوب، وتكمل هالمشروع ب 2016 و19 لما قدرنا نعمل باص الجوال اللي اليوم هذا الباص عم يعمل لقاء بين الشمال والجنوب من خلال الثقافة والفنون. هذا المشروع ما كان ممكن يكون لولا جهود المتطوعين الشباب اللي هني أسسوا لهذا المشروع. يعني أنا مثلاً بدي أذكر اليوم مع حسام مثلاً، واحد من المتطوعين هو شاب من سوريا قدر إنه يتطوع معنا، إجا عمره 17 سنة، كان نجار عم بيصلح الكراسي بالسينما. اليوم حسام صار مصور، صار عم بيدير المشروع بطرابلس، صار عم يعمل فيديوز عن المشروع، اليوم صار فنان عم يقدر يمثل، عم يعمل عروض مسرحية. بالنسبة لأن تطور حسام هو تطور مشروعنا، هو ربحنا لألنا. علي بلاع رونالدو يتقدم رونالدو ياخدها جو اسمي حسام خطاب، عمري 21 سنة، أنا من سوريا وإلي شي 8 سنين بلبنان، متطوع بجمعية تيرو للفنون من 2017 تقريبا. بالبداية أول ما بلشت إجي كانوا رفقاتي بيجوا على المسرح ودلوني وصرت إجي معهم، فسألني أستاذ قاسم قال لي إنه أنت شو بتشتغل وهيك، قلت له بشتغل نجار، قال لي وعال والله نحن هون عم نعمل الكراسي، كان بعد السينما عم تترمم. هلا صراحة أنا ما كنت كثير قوي، ما كنت كثير بعرف، بس إنه جيت مع الأيام، إجيت جربت. أول يوم قعدت نهار كامل عملت كرسي وحدي، صرت اتعلم بالكراسي. اول يوم خلصت كرسي، بعد يوم صرت خلص كرسيين ثلاثه لحد ما تعلمت فيهم. هالمرحله كانت مرحله جدا حلوه لانه كنا كثير مبسوطين، بنفس الوقت نحن عم ندهن وعم نشتغل، وبنفس الوقت عم نتعلم مسرح وعم نصور، عم نتعلم تصوير. بالنسبه لحفظ السلام باليونيفيل كان في مشروع انه نعرض نحن افلام ومسرحية إعادة التمثيل بالضياع، فكنت أطلع معهم. أنا كنت بوقتها ما بعرف كثير صور، بس كنت أحاول أجرب. كنا نطلع على كثير ضياع نعرض المسرحية، نعرضها للناس. قد إيه حلو إنه كمان هيدا الشيء، إنه حتى هن حفظة السلام من كثير جنسيات ومن كثير دول من العالم جايين لهون، حلو هيدي الروح التشاركية اللي بيعملوها، واللي كنا كلنا عم نقدر نعملها مع بعضنا.